خدم في المغرب راه كاينه الفلوس ديال بصح والناس خدامه معلم. خدم في الجزائر، خدم في تونس، خدم في مصر، حنا كنخدموا في مصر. خدم في افريقيا، عرفتي افريقيا، عرفتي غينيا، وبحال هكا تطبع الفلوس معلم. صافي افريقيا راه الخيال العلمي. انت واحد السيد باغي يصوفي 1000 درهم 2000 درهم 5000 10000 درهم تبقى لي ربح في الاخر النهار، باقي كتصوفي الشركات راه كيضربوا صاحبي الملاير، فهمتي؟ يعني ما يمكن لا مجال للمنافسه، هو زيد تخدم الله يرحم لك الوالدين وسكت. رجل جيتي نقول لكم راني توحشكم بزاف، واستغلوا هذا الوقت هذا في تعلم شي حاجه، سواء تجاره الكترونيه، سواء ماركتينغ، سواء سيلز المبيعات، سواء الكوبي رايتينغ، المهم تعلم فيه شي حاجه اللي ترجع لك بالنفع. اما قريبه ديرجع العالم كما كان، وعاوتاني غادي نقول لك خاصك تعلم ماركتينغ، تعلم السيلز، تعلم الكوبي رايتينغ، تعلم هذا الشيء باش تبدا تقول لي وراه ما عنديش الوقت، تعلم لونجلي وراه ما عنديش الوقت. ودابا اخويا اللي عندك الوقت بليز الدراري استغلوا هذه الوقيته هذه. بالرجوله الصاد هذه فرصه ما عمرها ما غادي تعاود. بليونيرز ومليونيرز طاحوا ونزلوا، ناس لاباس عليهم اللي كنا كنحلموا واش نوليو بحالهم، بليونيرز طاحوا ونزلوا. هذه فرصه باش انت تطلع، والمستقبل راه فيه فرص كثيره من دا نوضح لك واحد الحاجه. فرص الناس اللي كتخدم والناس اللي كتقاتل والناس اللي كتطور راسها. الناس اللي ما كتطورش راسها، ما كتقراش، ما كتخدمش، وعطيها الهضره، جايه واحد العالم أسوأ، غادي يوليو يقولوا يا ربي فين هي ما شحال هادي. تقول لي يا صاتي يزكي معانا، واش شي عالم أسوأ ولا احسن؟ يزكى جاي عالم احسن للناس اللي كتخدم، غادي يوليو يتجازاو اكثر من كانوا كيتجازاو شحال هادي. ولكن جاي واحد العالم أسوأ، هي المحيطه معلم، الناس اللي ما كتبغيش تخدمها معلم. الاخوان ما نقدرش ندوي في القطاعات كامل، ولكن ندوي على واحد القطاع اللي ازدهر مع كورونا، هو قطاع التجاره الالكترونيه. الاسهم ديال امازون، نتفليكس، كاع الشركات اللي خدامين في الانترنت والشركات ديال التجاره الالكترونيه، كلشي منقز معلم. ما نعاود لك، 13 جونفي اول حاله ديال الكورونا بانت برا الشينوا تما معلم. عرفتي الفلوس كي داروا الشركه عندنا طخ واحد تنقيزع. الطروه اللي درت في هذا البيريود ديال كورونا ما درتهاش في حياتي كامله معلم. دير الخدمه، عرفتي كي داير لي كوميرس؟ بحال كتطبع الفلوس، بحال كتقول طبع لي الفلوس، عرفتي يا معلم؟ راه على هاد اليمات غابر وحق. عرفتي لي كوميرس اش حاجه خيال يا معلم؟ بنادم راه مابقاش كيخرج صعب، راه خصو اي حاجه خاصو يدخل الانترنت يشريها، طلع عليه اشهار صافي هو مال. عطيه شي حاجه يتستونا بها، شي جادجيت يلعب بها، عمر ليه حياته، بيع، يحسب الفلوس، يطبع بحال كتطبع معلم، بحال كتطبع. السؤال اللي كيجيني بزاف ديال داك المغربي الذكي، وملي انت خويا طايح على هاد الكنزه هذه علاش كتبارطاجي معنا؟ لانك ما تنافسنيش، انا خدام في دول بعيده عليك وصعيب عليك تدخل لها. تنقول لك سنخدم في المغرب حتى انت صوفي، راه ما كضرني حتى حاجه، بالعكس لا صوفيتي مزيانه ليا. خدم في المغرب راه كاينه الفلوس ديال بصح والناس خدامه معلم. خدم في الجزائر، خدم في تونس، خدم في مصر، حنا كنخدموا في مصر. خدم في افريقيا، عرفتي افريقيا، عرفتي غينيا، وبحال هكا تطبع الفلوس معلم. صافي افريقيا راه الخيال العلمي. انت قلت لك هاد الهضره ومشيتي خدمتي في المغرب ولا مشيتي خدمتي في امريكا ولا اوروبا ولا افريقيا، راه ما كتنافسنيش انا، راني بعيد عليك، خدام انا في بضع دول اسيويه بعيد عليك، لديك الجيب بنص الكره الارضيه باش بعيد عليك. دونك مزيان لي انت تتحرك، راه ما تضرنيش. لدرجه حتى البلاتفورم باش خدام من 2016 ما عمرها تبارطاجات، هو باش خدام من الشركات ديالنا كاملين. 2020 درسنا الموضوع، لقينا بلي ما عادي طرا لنا حتى شي مشكله تبارطاجينا، وهي راه يو كانوا تبارطاجات مع بنادم، وبنادم خدام بها دابا وكيضرب الفلوس. الاخواني كنحاول ندوي واحد المصطلحات ديالك ديال علاش تجي ورينا المنافسه بداك التفكير ديالك المحدود. اما هو راه ما كايناش منافسه، وانت عيب وحدك اصاحبي، ولا انتم واحد 100 ولا واحد 1000، راه حنا شركه فيها امه ديال البشر، والسوق قادر يستحملك نتايا ويستحمل واحد 10000 وحدين اخرين جاو دخلوا حتى نتوما تاكلوا، وما هادشي يحسوا بكم كاع الشركه. راه الشركه ممكن تنافسها شي شركه، وملي كدوي على شركه كدوي على سيستيم وبروسيس وناس خدامه يوميا، نتايا واحد باغي يتبريكول. نتايا واحد السيد باغي يصوفي 1000 درهم 2000 درهم 5000 10000 درهم تبقى لي ربح في الاخر النهار، باقي كتصوفي الشركه راه كيضربوها صاحبي الملاير، فهمتي؟ يعني ما يمكن لا مجال للمنافسه، هو زيد تخدم الله يرحم لك الوالدين وسكت. صاد انت راه يبوعدك، راه الله زاد عندها ما يفوق 8000 موظف، راه كيري لوجيستيك عندهم ما يفوق 48000 موظف، عاود 48000 موظف هذه شركه. انت صاد راه يبوعدك يا صاحبي، دخل للسوق صاحبي، كولو سير بحالك صاحبي، وحش مبارك من الهضره. واش ما كتخافوش من المنافسه؟ يعني كنقول لك واحد الشركه منافسه عندها 8000 موظف، وحده اخرى داخله معاها عندها 48000 موظف، هادو يجوج الشركه تبقى السوق كبير. انت صاحبي بوعدك ودير هذا الصداع كامل، دخل صاحبي وسكت. هذا التفكير ديال الانسان، واش تخافوش من المنافسه؟ ديما
ديما او من اللي اخويا الا دخلوا للناس بزاف وسمعوه هضرتك راه ما يبقاوش الفلوس. شكون نتوما اصلا لا تدخلوا؟ واخا دخلت 10000 سوق كبير ما كتحركوا فيه حتى حاجه، واخا تكونوا 10000. اسمح لي كنهضرك باش ما نطاولش عليك، هاد الفكره هذا راه كتفكر بحالي انا. ايامات كنت ساكن في دوار ايزيكي كنت كنفكر بلي العالم كامل فقير وكلشي دوار ايزيكي، وعلى اللي طاح على شي عوينه كيوريها واللي طاح على شي منزل على شي شركه هكا كنت كنفكر بحالي بحال كنت مضى فاكر. شفتي هاد العبد كل ما جاش لدول اسيا وشاف الناس ما كانش يكون كيفكر بحالك تماما، ولكن ملي جيت هنا وعرفت الشينوا مليار و600 مليون، الهند مليار و200 مليون، قلت واش فاك هادي هادوك ال 30 مليون كاملين يجيو يخدموا وما يحس بهم كاع بنادم واش كاين فوق الارض. راه المغرب راهي 30 مليون، كاين اللي تيقول 40، كاين المهم نخلوها 30 مليون، 30 مليون هي المؤهله باش تخدم، كاينين الدراري الصغار كاينه 30 مليون، اشنا هي 30 مليون اصاحبي؟ 30 مليون ما كتجيبش حتى مدينه هنايا اصاحبي، حتى مدينه كتلقى فيها اكثر من 30 مليون اصاحبي، سير تخبى اصاحبي سير تحشم. واش ما كتخافش من المنافسه؟ المنافسه ديال من واش ديال ديك 30 مليون؟ لا راه ما كايناش اصلا، 30 مليون هي العدم، هي ما كاينش اصلا، هذه هي 30، كندوي على مليار و600 مليون، مليار و200 مليون، هذو جوج دول باقي ما زدناش الدول الاخرين ديال اسيا، باقي. ما باغيش نقول لك عايش التفكير هذا والتفكير ديالك بدائي، لان ما كاين حتى شي فرق بيني وبينك، حتى انا راه كنت كنفكر بحالك، الفرق بيني وبينك هو انا سافرت وعشت هنايا سنين وشفت وبان لي فهمتي بلي راه في المغرب كنت هاي كنخور. سيرتو كنتفكر راسي ايامات الشباب وحنا المغاربه، حنا المغاربه هاد كشعب في العالم، وكان في داك الحماس. صاد جيت هنايا عرفت راسنا حنا هما اغبى شعب في العالم، وهرب تخبع وتكمش وتستر. واصلا الا كنتي ذكي ما كتقولهاش، الا كنتي ذكي اصلا شي واحد اللي قال لك انا ذكي قال لك انا حمار، شي واحد اللي قال لك انا واعر قال لك انا حمار، يعني الا كنتي واعر ما كتقولهاش، والمغاربه كيقولوها. دونك الاخوان ما نطولش في الهضره، الاي كوميرس راه ماشي يديروا كلشي، كاين اللي يجيو لي طبيب، كاين اللي يجيو لي مهندس، ولكن انت الا كنتي كتسمع هادشي الاي كوميرس وكيجي مع دماغك راه خويا زوين وقرا وطور راسك وراه فيه المستقبل وفيه فرصه كبيره يا معلم، وراه كان وباقي في الفيوتشر. يلاه باجي هذا المجال هذا. وانت شفتي في كورونا الدومينات كاملين ماتوا، الشركات وقفوا الا الاي كوميرس، داكشي خيالي بحال لك تطبع الفلوس يا معلم. توكل على الله معلم، راه كاين كلشي كما قلت لك في الشانيل ديالي، سير كتب سيمو لايف في يوتيوب تلقى الشانيل ديالي، كليكي عليها فيها الفيديوهات، تابعهم واحد بواحد بواحد، تتعلم بدا تطبق داكشي دقه 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 بشويه عليك، ما تزربش، ما يطمعوكش الفلوس، ما تزربش. انت سيدي الدراري اللي كيسولوا على الويننغ برودكت، هو الدراري بالرجوله واحد الويننغ برودكت، اي واحد كيتريني دابا خاصو بالرجوله، خاصو وخدامه معلم هذا البرودوي هذا، ومني انا راني شريته. اخوان ابقى لا بوطا لا والو، انا اول مره في حياتي بالمناسبه غادي نبدا نطيب ونبدا نبارطاجي معكم الكوارث ديال الطياب ديالي، ديال اول مره غادي نطيب في حياتي. انا واحد جوج كيسان ديال الروز، اول مره نطيب الروز في حياتي، قلنا ليه الماء ونديروا ليه واحد شويه الزيت تحت تعليمات المدام الدراري، الا شطيتها فهمتي راه ماشي انا داكشي ديال عدم تحمل المسؤوليه. الدراري بالرجوله 99% ديال العائلات المغربيه عندها المعدات حسن منا في الدار، احنا راه ما عندناش حتى باش نغطيو هذا الشيء، تيطبيعي على الفحم الحجاري ومغطينا بهذا العيب، عطات لنا واحد الطيلون ديال الله يجازيها بخير نقضيو بهذه الساعه هذه. الدراري اول مره كنشوي في حياتي، على حقيقه ما كنفع حتى فشي حاجه في العيد الكبير، ما الدار هما اللي كيشوفوا كيعطيوني، كنعرف ندير حاجه وحده نعرف نجيب الفلوس. اول شويه في حياتي بلا كورونا ما كنتش ندير هاد الشيء بالروس. دراري هاد الشيء ما طلعش ساهل، وحق الله الا الله يسمح لنا من الوالدين ومن المدام وكل هذاك الشيء، حرقتو معلم حرقتو، جا ما فيه ما يتشاف، ما راني كنتعلم معلم، راني كنتعلم الروز بسلا فلفلة وما عرفتش واخا هاد الشيء كي غادي يطلع، وزدت عليه البيض ما عرفتش واخا، انا كنجرب، الانسان هو اللي يجرب معلم، وكنتعلم في نفس الوقيته.
الله يخرج هذا الشباب. ربي الا كان حتارم اي واحد طيب ليا ولا تبصيلة الروز كليتو عنده اي واحد كيت عنده شي حاجه في حياتي كامله الصاط هذا الشيء راه ما ساهلش اصاحبي راه التجاره الالكترونيه ساهل الف مره من هذا السلام اخوان سالينا وهذا هو الفخر الاخوان حشمت نوري داكشي اللي طيبت صراحه داكشي عيان كنشكر اي اخ طيب ليا في حياتي وكليت هاد اليوم عرفت بالقيمه ديال داكشي والايكوميرس راه ساهل بزاف على الطيبه الدراري بالرجوله.